افتتح رجل الأعمال الأردني ماجد العجوري الفرع الأول من محطة المحروقات في منطقة المقابلين شارع الحرية، وذلك بناء على مطالبات المواطنين بتوفير خدمة محطة المحروقات وخاصة في ظل الظروف الصعبة. ابن هذه المنطقة، تولد هذه المنطقة، من غيرتي على مصلحة وطني ومنطقتي، فالحمد لله الله بارك لي وأكرمني على قيام هذا المشروع. الحمد لله، ان شاء الله العالمين ان شاء الله تشوف على وجه الخير ان شاء الله واهالي المنطقه كمان. بدي اسالك اذا في نيه ان شاء الله في انشاء مثل هذه المحطات في محافظات الجنوب او الشمال. والله الحمد لله ان شاء الله انه الله بكرمنا، احنا بقول بدايه هذه المحطه الاولى وربنا يكرمنا. احنا عندنا اصحاب سلسله مطاعم الصحن الساخن في منطقه المقابلين، وفينا فرع في النزهه، وفينا فرع في القويصمي، فالله يكرمنا ان شاء الله ونقوم بخدمه هذا الوطن وتوفير الايدي العامله لهذا الوطن وعلى راسنا سيد البلاد عبد الله الثاني. رئيس بلديه الشوبك الشيخ عادل الرفايع قال انه على الحكومه دعم المستثمرين الاردنيين، وذلك كونهم يوفرون فرص العمل لابناء الوطن، وان الامن والامان الذي تتمتع به المملكه هي البيئه التحتيه لكل المستثمرين. وحضر الافتتاح عدد من وجهاء المنطقه وعدد من رجال الاعمال العرب والاردنيين.